انا عايز اقول لكم على حاجه، اوعوا تتصوروا ان انا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناه والضغوط الاقتصاديه اللي موجوده في مصر. لا، انا مقدرها كويس جدا، ومقدر اكتر صلابه المصريين. وده كلام مش معنوي او كلام انا بقوله لكم يعني عشان، لا والله انا عارف ان الحياه صعبه والظروف صعبه والاسعار غاليه، بس انا عايز اقول لكم يمكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نشاهد مشاهد قاسيه جدا جدا. بنتكلم في النهارده باكتر من 25,000 شهيد من المدنيين، تقريبا تلتينهم من النساء والأطفال في القطاع، وأكثر من 60,000 مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله. أنا بقول الكلام ده يعني بستدعي بيه إيه؟ بستدعي بيه قد إيه إحنا بنواجه ظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية. اوعى تفتكروا ان الامور دي بتعدي وما بيكونش ليها تأثير علينا ولا تأثير على اقتصادنا. كل حدث من دول بيبقى ليه تداعيات. يمكن الفيلم اللي كان بيتعرض من شوية عن احداث 25 يناير اتكلم عن صعوبات واجهتها الدولة اثناء الاحداث الصعبة اللي مرت، وعملية اقتحام السجون والناس اللي هربت وكده. لكن ما تنسوش ان كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت هي محاولة تقليب الرأي العام على الدولة، تقليب الرأي العام على الدولة، او بشكل بسيط او للناس كلها اللي بتسمعني، يعني يبقى احنا وانتو، يبقى احنا وانتو. يعني احنا وانتو يبقى الشعب في 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 مكان في منطقة، والحكومة في مكان تاني، الشعب في مكان والداخلية او وزارة الداخلية في مكان. وبالتالي تقليب الرأي العام يعني يقوم بدور سلبي، يحفز يدفع يسيء للأجهزة وللدولة. ده الرأي العام، حتى يقوم الرأي العام باللي قام بيه في 2011. واللي حصل للشرطة مش فقط عملية اقتحام السجون والهروب والناس اللي هربت، لا لا، ده قعد احنا قعدنا أكتر من سنتين ثلاثة نرمم العلاقة ديت، العلاقة بين الشعب وبين الدولة وبين وزارة الداخلية. وده ما كانش أمر يسير ولا سهل، كان محتاج برامج ومحتاج دعم ومحتاج صبر. من أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده لأن إحنا لازم دايما نكون دايما صف واحد، مكان واحد، كتلة واحدة. أي تحدي وأي صعوبات تعدي علينا لو احنا مع بعض، وممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا في بلدنا زي اللي احنا شفناها ديت في 25 يناير. لو احنا بقينا احنا وانتو، مفيش احنا وانتو، احنا واحد كلنا، احنا واحد كلنا.